جتوني هسه على اليهول حتى أأجر من عندهم السيارة، وهاي نزلنا الغراض كليتهن. نقول يا رب ونفتح الباب. نانا عندنا المفاجأة، خل أشوف لكم إياها. يا أهلا وسهلا، يا رب تكونون بخير. الفترة اللي فاتت كنت كلش مشغول بسبب تحويل البيت. اليوم أول يوم راح أستلم مفاتيح البيت، راح أروح وراح نشوف البيت، لأنه الحقيقة أنا ما شفته، شفت بس الطابق الثاني، ما شفت الطابق الثالث، لأن هو ثلاث طوابق. وهاي آخر أربعة أيام أنا بهذا البيت، بس من اليوم يعني راح أبدي، لأن طول المفاتيح من وقت. فدا شوفون البيت البارحة جاء شخص اشتغل بي، اللي ما متابعني على الانستغرام أنا دائما أنزل ستوريات ما تنتهي على الانستغرام، موجودة بصندوق الوصف. فدا شوفون شلون حرث القاع كليته هاي، يعني شال هذا الفيل والأدغال، ما أعرف شو يدي يسوي بعد يعني. فهسه احنا جاهزين اني ونرمين وبوبو، راح اروح للبيت. نحاول اليوم ناخذ قسم من الغراض، الاشياء المهمه، فتابع الفيديو للاخير. بس قبل ما نبدا ضبطونا باللايك والاشتراك وليتس جو بوبو. حلو على البيت انه عنده كل غرفه حمام، بس حمام واحد يحاول. البيت بيه ثلاث حمامات، يعني كل غرفه بيها حمام. هسه اجيت على المانجر صاحب البيت على مود اخذ المفاتيح من عنده، وبعدين وراها اروح للبيت. هو ساكن هنا بهاي المنطقة، وهيجي اخذنا المفاتيح مال الجراج ومال البيت. خلي نفتح الجراج. اي انفتح، اللي هو هذا بغراض مالتهم. الباب هاي مقفولة، فدزيت له رسالة قلت له تعطيتني بس هذني المفاتيح يعني مال الجراج، هذا مقفول. قال لي أنا مسافر بلوس أنجلوس، لذلك إنه راح يتأخر علي اللي يعطيني المفاتيح. هذا الباب مقفول، فهسه يعني عندي فرصة إنه أني أجيب الجراج مالتي كليته أذبه هنا، أقصد الغراض يعني أفرغهن هنا أخليهن، لأن حاليا ما راح أحتاج أخلي السيارة بالجراج، بعدين اصفي الغراض لانه عندي هوايه بالجراج مالتي. جتوني هسه على اليهول حتى اجر من عندهم سياره، ما اريد انقلهن بسيارتي المينيفان وادمرها من الداخل، وعندي هوايه غراض، فراح اخليها هنا، يعني ما عندي احد يعني يوصلني بين ما يجي ابوي، لان ابوي طالع بشغل. فخليه يروح ناجر لنا سياره على مود نشوف شنو اليوم نقدر ناخذه للبيت الجديد. هاي السيارة اللي اجرتها، الحجم الصغير طبعا، هم يشارجون باليوم الواحد 20 دولار، بس الاميال يعني يحسبون عليها فلوس، فهم ضربتهم بالاميال. شوف ايش قد اميال مثلا. اوكي جود، اهم شيء هم نتاكد من السيارة ما بيها طخة ما بيها ضربة، لان هاي كلها من مسؤوليتي، فخلي نتوكل. هاي شنو، ايش كبرها؟ نفتحها للسيارة. وهذا الجراج مالتي، يعني عندي هواي اغراض هنا وهنا، هذن لازم كلهن نصعدهن. بس راح ابدي بالبداية بهذني الاير فراير، يعني بالمستقبل ناوي ابيعهم بس ما صار عندي مجال، وهذنيك الكراتين اللي هناك. فاول ما راح ابلش بالجراج. بوبو التهمين تريد تساعدني؟ حبيبي بوبو واقف يمي يقول اريد اساعدك حبيبي. بابا يا بابا، يعني الشغلة مو سهلة، تحويل من بيت الى بيت، رغم ما هو قريب علي يعني 12 دقيقة، بس صعب لانه هواي غراض عندي. الحمد لله وشكر على كل حال. هاي اول وجبة، تشوفون يعني الكمية كلش كبيرة، والجراج بعده بهواية غراضة. شوفون يعني عندي بالط مال احذية، هذا على اساس داري اروح
ابيهن بس ما صار عندي مجال لانه كنت كلش مشغول الفتره اللي فاتت، والرفوف تهمنا كانت مليانه. شوف الجراج مالته هذا شلون فرق بين هذا والجراج اللي هسه بدي شوي راح اشوف لكم اياه. الجراج هذا كلش تعبان يعني، بس مار ما تقدر تدق بيه يوقع ما هالقد الحائط قديم. شوف هاي الغراض كلية لازم تنشال، هاي الغراض همين هنا تنشال، الرفوف فوق همين بيها غراض، هناك همين اكو غراض، الثلاجة، الغسالة والنشافة. طبعا ذاك البيت بيه غسالة ونشافة، فدي شوي راح اشوف لكم اياها. هلا بالبنوتات الشطورات، شوف نرمين وميمي هم اللي فرغوا هذا البالت كامل، خلوه بالاليق بلاستيك مثل هاي. Thank you guysين. شكرا لصديقي فالي طبعا خابرته ومباشرة اجاني على مود يساعدني. فاليوم راح نحاول نودي هذني هسه عبية التراك ونروح ننزله بالجراج. يلا. المدينة اللي انا حولت بيها اسمها سانتي، يعني تبعد تقريبا 10 دقائق على مدينة الكامون او بيتي القديم. شوية صرت بعيد انا على مدينة الكامون، بس يعني مو مشكلة. المدينة كلش حلوة وراقية، وان شاء الله هذا البيت يكون خير علينا يعني. وشكرا الى فهد اليوم راح يساعدني مرة ثانية. باع الغاز ايش قد غالي، باوع 4 دولارات و79 سنت، يعني بيوم ما جاي يصعد بيش راح يصير، راح يوصل الى 5 دولار. ونوبهاي في 8 يعني البنزين يعني اليوم 200 دولار بنزين. قبل شوية ما قدرت اصور الجراج لانه كانت اكو غراض هنا مال صاحب البيت، فشوفون الفرق بين الجراج. هذا اكبر الجراج مو صحيح؟ اعرض ونظيف وبعد الارضية مالته جديدة. كاميرا اكو اي، هذا حساس هذا لانه ريموت كنترول. هاي شكو هنا بالزاوية، هاي اكو فتحة هنا همين واحد يقدر يخلي بيها غراض يمكن. هاي هسه اكتشفتها طبعا. اي حلوة هاي، واو كبير. اي كاميرا صحيح، ما قدرنا نطبب السيارة بعد اكثر لانه هذا حدها. يلا طيارات همين كاميرات بيهن. وهاي نزلنا الغراض كليتهن الجراج، يعني بعد بيه هواي اشياء ممكن نخليها. تعبنا مو اي حارة دنيا همينة. يلا روح فادي، صارت عنده شغله لازم يروح يجي بعد نص ساعه اللي يرجع، وخلي يروح يوديني ذبني على مود اروح اجيب السيانه لانه هم احتاجه اطلع بيها لحد هسه ما متغدى الساعه 3:30. ناخذ السياره ونروح نجيب غدا. انتو شايفين واحد من يريد يحول ايش قد تطلع اشياء ما تحتاجها، هواي اشياء ما احتاجها. فاللي صفيته واللي راح انطيه الوالدي هم انطي الوالدي هذني الغراض ما احتاجهم. بقى بس البايسيكل يعني وكرسي وغسالة، ثلاجة ابوي راح ياخذها، واكو كم شغلة بس يعني كملت اغلب الاشياء اخذتهم. بالنسبة للسيارة تقريبا قبطت، بس عندي مشكلة بالحاوية مال النفايات، هاي قبطت والثانية على وشك ان تقبط. يعني شوف هاي كل تنواعم هاي الشغلات هنا. وهاي الوجبة الثانية، يعني مو هواي غراض مو مثل اول وجبة، بس نواعم هذني كليتهن مال الجراج. الجراج تقريبا فرغ يعني. وهيجي خلصنا الوجبة الثانية، وهمين بعد ورانا وجبة راح اروح للبيت احمل واجي. طبعا اليوم احد، وشوفون الناس شلون طالعين هاي المنطقة شلون حلوة. هنا اكو العاب مال اطفال همينة، فشوفون الناس قاعدين هناك يلعبون اطفالهم. هذا المنطقة، هاي كل الغراض تقريبا مال الجراج صارت هنا. وبعد يعني انا اريد اخلي مكان كنت تدخل بيه على الاقل سيارة واحدة هنا. هذا الجيتش هم الشركة شاهدينه يوهال، مكتوب عليه بيست ام بي جي، يعني هذا من الدوس بنزين تشوف يتحرك. يعني يقول لك اذا تريد تسيف بنزين يعني ما تخليها تصرف، خليه على لون الاخضر، كل ما تدوس بنزين يصير لونه احمر يقوم يصرف اكثر. انا استلمت السيارة كان بيها نص تانكي، وهسه نزلت جوا النص بشوية يعني زين دربين. اكثر وحدة تعبت وياي بالشيلة هي نرمين، يعني تخلي غراض وتنزل غراض. فقلت لها اليوم عازمك على ستاربوكس، راح نروح نشرب ستاربوكس، بدنا نسوي اوردر اونلاين.
فيخلي يروح. After long long day. اليوم كان يوم جدا متعب. يعني قاعد أنا من الساعة بالستة الصبح، حاليا الساعة بالسبعة 7:21 وكل ما أقول النرمين خلنا ناخذ بريك تقول لي لا بابا ما ناخذ بريك، يعني الوضع اللي احنا بيه ما ناخذ استراحة قصيرة، وتقول يلا قوم نشتغل ونشتغل ونعبي السيارة. النقل صعب، صار لي اخر مرة من انتقلت من ولاية اورغن انتقلت لهذا البيت اللي انا بيه من سنة 2019، تخيلوا لحد سنة 2023 صار 4 سنوات. حتى من انتقلت اجيت لي جاي ما جبت غراض وياي، يعني جبت اشياء جدا بسيطة. اخر مرة من نزلت فيديو على انتقال البيت هواية تعليقات اجتني وقالوا جعفر بيتك افضل، بيتك احسن وبحديقة واكبر. هو صحيح اكبر وبحديقة كلش كبيرة، بس انا ذكرت انه شنو فايدة الحديقة، وهاي الحديقة تشوفون شون مزرفة، القاع هذا الحيوان اللي يحفر يعني ما كلها اكل زين، اكو برتقالة هناك وكواي. بالاضافة الى البيت هو الديزاين مالته والاخشاب مالته والحديقة وشكله الداخلي هو قديم، الديزاين مالته كلش قديم، يعني مو مثل هذني البيوت الحديثة. مثل ما ذكر فادي هسه صديقي فادي قال انه هذا البيت يعني 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 لازم ينهد ولازم يتوسع، يعني المساحة شوفوا البيت ايش قد الحديقة ماخذة مساحة too much، يعني المفروض لي هنا يكون البيت بعد حديقة ومسبح هنا بول، بنفس الوقت شغلات مثل فلاورز وهاي اراوند ذا بول، ومن هنا الباب والجراج شويه يتوسع اكثر. بس لا تنسى ترى البيت الداخلي هسه انت ما شفت البيت الداخلي، اذا شوف اذا اشوفكم البيت الداخلي همينه تعبان، يعني اكو رطوبه بيه والاخشاب مالته، وهو تعبان الخشب ماله الخشب مالته، يعني شوفتكم الجراج، يعني هسه اذا تقارن الجراج ذاك وهذا الجراج نصيحة لا تسكنون بهذا البيت لا عاد لا يجي فيه زين. هو البيت نظيف ما بيه حشرات ما بيه يعني أشياء سلبية، بس هي السلبيات مالاته. فأنا جاي الحشيش، الحشيش أصفر همينه وماكو فلاحين وهاي يعني. تعرف أنت أكو بيوت أنا أعرفها الساعة بثلاثة الصبح يصرف مو LED يعني طاقة شمسية هذا يعني، أكو بيوت يعني أنا شايفها تكون يعني الساعة بثلاثة الصبح يشتغل، يعني هذا مال المي سقايات وفتشي مرتب، يعني اذا اقدر اصرف عليه ما اقدر، يعني هذا لازم كويته ينشال هذا. بس في جرس حلو، هذا جاني هديه هذا الجرس حلو، باع المنظر اللي ورانا شوف ايه باع النخله فوقها، هاي النخلات راح اشتاق لها، هاي النخلات هاي 1 2 3 4 هذني اللي وراي حلوات، حلو منظرهم. اما الفيو ما ذاك البيت بعد احلى، ذاك قنبلة الجراج فتشي من جوا. فيعني البيت حلو الجديد، بس انتظروا ان شاء الله بجعفر بالايام المقبلة راح يسوي لكم تور ريفيو كامل، مو صحيح؟ راح نسوي مراجعة، يعني بس تسلم المفاتيح راح ندخل بالبيت ونشوف ذاك البيت. تخيلوا انه انا واحد من الناس ما شفت البيت، بس شفت الطابق الثاني وعلى السريع كانت، يعني على السريع انا وصاحب البيت اخذنا بيه فارة. وهذا شكر خاص لصديقي فادي هو اللي جاي يصور، طبعا كلش تعب وياي بالشيله مثل ما تشوفون، يعني يمكن 5 أو 6 مرات نروح ونجي نعبي الغراض. طبعا البيت حاليا فارغ ما بي اي شيء، الغراض كليتهن بالمخزن والبيت ذاك فارغ. اللي ما متابعني على الانستغرام دائما انزل ستوريات على الانستغرام، وخلينا ندخل للبيت. ليتس جو، نقول يا رب ونفتح الباب نشغل الاناره. طبعا هذا الباب مدخل على الجراج، الجراج نشوف لكم وياه اني، وخلينا نصعد للطابق الاول. طبعا اكو هنا اناره همينه، يعني بالليل اذا الاضويه طافيه اكو اناره هنا على مد الدرج، يعني واحد يشوف الدرج. هذا الطابق الاول هنا همينه اكو اناره هنا بالدرج. فاول ما نجي راح نجي على المطبخ، راح تسمعون اكو صدى بالصوت، بس اوكي لانه البيت فارغ ما بي اثاث ما بي اي شيء. طبعا هنا عندنا هاي المغسله، هذا المطبخ. طبعا هنا عندنا يعني مصفي مال مي، همينا مصفي مي مي، يعني واحد يقدر يشرب من عنده. هنا المصفي، هنا طبعا هاي الثلاجه. البناء مال البيت هو بناء حديث، يعني البيوت الحديثه هيك تصير لانه صار له سنه واحده بس من مبني. فطبعا هاي الثلاجه بيها ايس، هنا ثلج اذا اظل دايسه راح يطلع ثلج، وبيها هنا همينا مي. هاي الثلاجه جديده،
والطباخ غاز، نحن عندنا مايكرويف يعني يجي سيستم كامل هذا المايكرويف، وهذني المجارات هنا هاي كهرباء كليته كهرباء هنا، فشي كلش حلو. هنا همين عندنا المصفي مال المي الماكينة، وهنا عندنا غسالة مال صحون، يعني هاي كلش حلو. البيت ذاك القديم ما كانت بي غسالة مال صحون، هاي هنا بس نخلي الصحون. طبعا هنا راح يجي اعتقد راح يكون التلفزيون، هنا راح يكون بهاي المنطقة او بالمنطقة المقابلة اللي هي هاي، بس اعتقد على الاغلب راح يكون التلفزيون هنا، واي ثينك راح اعلقه بالتلفزيون، يعني ما راح اخليه بميز يعني راح ياخذ مكان، فشي كلش حلو. خليني اشوفكم البالكونة. طبعا اكو بالكونة عندنا هنا، هاي البالكونة مطلة على البلاي جراوند الالعاب مال الاطفال. هناك اكو باربيكيو، اكو يعني ميوزه همين اذا واحد يريد ياكل. نفس الوقت يعني بالمستقبل راح اسويها هاي قاعده كلش حلوه، شوي شوي راح ندخل بالتفاصيل، لانه اغلب الاثاث ذبيته، التخم، جبت شغلات كلش بسيطه وياي، راح اشتري كليته جديد ان شاء الله، وانا وفادي راح نشتغل على البيت نسوي له ديزاين فشي يعني اخر شيء. فخلي اشوفكم باقي البيت تعال. واللي عجبني همين بهذا البيت الاناره، البيت اللي تشوفون هاي الاناره اقدر اقلل وازيد الاناره مال اي واحد من عندهم من هنا. شوفوا هسه هذا راح اقلله، شوفوا هناك انتبهوا، هذا واحد وهذا الثاني هذا اليمي، هذا بالبيت كليته. طبعا بعدنا احنا بالطابق الاول، تعالوا خلينا اشوفكم هاي الغرفه، اعتقد راح تكون للاولاد او النرمي، هاي راح تكون هاي الغرفه. شوفون هنا همينة يعني اكو هنا المخزن مال الملابس اللي على اليسار صاير، وهنا هذا شبابيش يعني شباك، هالشباك بعد يعني لا تفتح الشباك، اعتقد هذا ينفتح، ينفتح هذا الشباك، خليه فتحه، بعد واحد من هنا الشباك قد حلو مطل على البلاي جراوند، يعني منظر كلش حلو. اللي يعجبني بهذا البيت بثلاث حمامات، وثلاث حمامات كامله. فاول حمام راح نبدي بيه من اقول كامله يعني معناته تقدر تسبح بيه. شوفون هنا هاي ندوسه انشغل، هذا شايفين الفنادق دائما اغلب الفنادق الحديثه يكون بها زجاج، او البيوت الحديثه بناء الحديث دائما يكون الحمام زجاج، بعد ماكو برده تفتحها وتسدها، لا هاي انتهت البرده. وهنا عندنا مغسله، طبعا البيت بناء جديد يعني مع اني اول شخص راح اسكن بيه، ما حد ما ساكن بيه، ومقعد عادي طبيعي. وهنا بعدنا احنا بالطابق الاول، تعال خلينا نشوفكم شغله كلش حلوه همينه. هاي هنا الكلازت مال ملابس، تقدر واحد يخلي بيها ملابس او اغراض، فمن هنا نفتح الضوء همينه. شكرا فادي فتح لنا الضوء. هاي هسه احنا خلصنا الطابق الاول، خلينا نصعد على الطابق الاخير. هاي بعد ما يحتاج انا اروح للجيم، هنا بعد هو هذا درج، نصعد درج، هاي خوش رياضه هاي. هذا طبعا واحد، وبعد اكو واحد هنا همينه درج، وكل الدرج فيه اناره كلش حلوه هنا اللي تشوفوها. طبعا هنا هذا مال التبريد، تشوفون هذا ما نقدر نلعب به يعني نفتحه. تدفئه تبريد اكيد هو مركزي كليته مركزي، هنا من هنا نتحكم به. والحلو بالبيت اكو به صفايه مال هواء، يعني مثلا اذا اشغلها تشوفون هذا الدكت، هذا يغير الهواء مال البيت كليته، يسحب الهواء القديم ويدخل هواء جديد. هنا عندنا فشي كلش حلو، وهذا احلى شيء عاجبني بالبيت. تعال فادي هنا شويه، غسالة ونشافة، يعني والغسالة والنشافة من موديل LG من هاي السرعة، يمكن اعتقد 5000 او 6000 دولار غسالة ونشافة، يعني فتشي كلش راقي. وهنا عندنا من مال الملابس مثلا تخلون بيها خاوليات، او الملابس اللي غسلتونها من تقدرون تخلوها هنا. هسه نجي على الغرفة مالتي، اهم شيء الغرفة مالتي، لانه اكو في الديزاين راح يكون خاص واشياء كلش حلوة. طبعا هاي اكبر غرفة بالبيت كليته، كلش كبيرة وبيها شباك. طبعا بالمستقبل القريب راح اجيب برده اخليها هنا، راح تكون برده هنا، والغرفه مال النوم مالتي همين راح تكون هنا. فهاي بالنسبه للغرفه. هنا عندنا المفاجاه، خليني اشوف لكم اياها، تعال. هذا الحمام كلش كبير واكبر حمام بالبيت. فهنا عندنا ما اعرف ليش مخلين مغسلتين، تشوفون هنا هذا كله طبعا مرمر، هذا هاي الجامعة كاملة. وهنا همين اكو حمام وراي واحد يقدر يسبح فيه هنا، شوف هنا هذا كبير اكبر من ذاك، واكيد تاتش سكرين او يعني الدقمة اللي دستها قبل شوي مال الانارة، يعني مجرد انه انت بس تدخل الحمام تقدر تشغله، بس انا لا شغلتها بايدي. وهنا المفاجأة الكبيرة اللي كلش
حلوه. هنشوفكم هاي مال ملابس، يعني تقدر تتمشى بيها. شوف كلش تبيعه كلازت مال ملابس، يعني تخيلوا هاي كلته مال ملابس. وهسه راح نشوفكم الغرفه الثالثه اللي هي تجي اصغر من هاي الغرفه بس بشويه، مو هاي. هاي راح اخليها النرمين وبوبو اللي هي هاي هنا. شوفون هذا حجمها، مبين عليها اصغر الغرفه. وهم نبيها كلازت، هم نبيها يعني مخزن مال ملابس اللي هو هذا صغير مو كلش كبير. طبعا انا ليش اخترت الغرفه الكبيره؟ لانه اكيد يعني عندي ملابس هوايه وعندي هوايه اغراض، فراح نخلي بيها ملابس. نفس الوقت يعني همنا الاناره نقدر نتحكم بيها. خلينا نشغل الاناره من هنا. شوفون يعني اعليها، شوف شلون علت الاناره. حلو، كلية تبريد مركز البيت، يعني كلية الدكت هذا مال التبريد. هنا عندنا همينة حمام صغير، يعني كل غرفة بيها حمام. هذا الحمام هنا شغلها. هاي هنا أبو البردة، يعني الحمام لازم أخلينا بردة هنا. وهمينة يعني مغسلة ومقعد. بالمناسبة البيت مو مسوي له ريمودل، يعني مجددينه أو مشتغلين عليه. يعني انا اول شخص سكنت بهذا البيت، يعني ماكو احد ساكن بي قبلي. هذا اللي قلت لكم عليه، يعني مثلا اذا طافيه الاناره مال البيت كليته وواحد يريد يصعد او ينزل، يعني يروح للمطبخ جوا بالطابق الاول، فالاناره هنا على مود تشوف. وهي الاناره موجوده بكل البيت، يعني هذا الطابق والجواها. يعني تشوفون هاي الاناره اللي هسه واقف عليها هنا. فالبيت يعني تحفه فنيه قد انا عجبني اكثر شيء بالبيت اللي هو المطبخ، لانه دائما اكيد يعني وين راح نكون بالمطبخ، فراح يكون هو مطبخ وهو استقبال ويمك حمام، لانه دائما تعرفون ناكل هو من الصبح لليل بس ناكل احنا. فهنا بالمستقبل راح تكون اكو كراسي، يعني وميز مال الطعام الثاني هذا، يعني مثلا قاعده واحد يريد ياكل بريكفاست يقطع الاكل يسوي، راح يكون هذا هنا. وهناك يكون اكو ميز مال طعام. بعد اكو هواي اشياء اللي ما متابعني خلي يتابعني على مود. اكو سلسله هي راح تجي، لانه راح نصرف شويه على هذا البيت ويسوى، لانه بيت جديد، فراح نصرف عليه هواي اشياء، تخم و يعني ديكورات، هواي اشياء حلوه. فالجراج ما تهمني كلش كبير بس متروس غراض، يعني ما نقدر نصور لكم اياها هسه حاليا. لهنا وصلنا الى نهايه الفيديو. بعد عندنا هوايه شغل بالبيت لازم اغراض نصعدهم، فاكيد لا تنسون اللايك والاشتراك. وصلونا الفيديو الى اكثر عدد من اللايكات، وشكر لصديقي فادي طياره، هو يوم ساعدني بالتصوير. وهذا كان تور بسيط على البيت، واشوفكم بفيديو ثاني. مع السلامه.